الواقع يمكن يكون لشكل وتشريح أسماك القرش دور كبير في هذا التصور. فمع أنيابها الحادة وزعانفها القوية وحجمها الضخم، استوت سمكة القرش تجسيد واقعي جداً للوحوش في قصص الرعب. تعتبر أسماك القرش إحدى أهم المفترسات في عالم البحار، وتحتل العديد من أنواعها قمة الهرم الغذائي في بيئتها، واللي يخلي صورتها الذهنية مترابطة مع القتل والدم. لكن في الحقيقة الموضوع بعيد جداً عن هذا الشيء. تتغذى أسماك القرش على الأنواع اللي تليها في السلسلة الغذائية، وبالتالي تحد من أعدادها وتحفظ التوازن بين الفرائس والمفترسات. وعلى الرغم من السمعة السيئة لأسماك القرش وهجماتها على البشر، فنحن مب على لائحة الطعام المفضل لها، وغالباً تهاجم القروش البشر بالخطأ. حسب الإحصائيات، عدد الهجمات المسجلة لأسماك القرش على البشر خلال عام 2022 يبلغ 108 حالات فقط، منها 57 حالة هجوم غير مبرر، و32 حالة ناتجة عن استفزاز البشر لأسماك القرش، وأربع حالات نتيجة لهجوم قروش على مراكب، وحالتين نتيجة غرق قوارب، وأربع حالات مسجلة لنهش القرش لجثث بعض البشر بعد وفاتهم. الجدير بالذكر أن مع إجمالي عدد الهجمات المسجلة في العام الماضي ما نتج عنها غير خمس حالات وفاة فقط، وهو رقم يكاد لا يذكر بالنظر إلى تعداد ضحايا البعوض الناقل للأمراض، واللي ممكن يوصل لمليون حالة وفاة سنوياً، وتعداد الوفيات الناتجة عن هجمات أفعى الحراشة في المنشارية واللي يوصل إلى 138 ألف وفاة سنوياً، حتى بالمقارنة مع ضحايا التماسيح والفيلة واللي يوصل مجموع تعداد ضحاياها إلى 1500 ضحية سنوياً.